دبابة 2006 شركة بره وجوه باور بس زي ما انتم شايفينها كده العربية هي شركة بره وجوه باور بس موديل 2006 نمر الأليوبية. هنصور لكم الصندوق والعربية هي من الجناب. العربية هي الصالون بتاعها وادي الطارة بتاعتها اهي وادي الفرش بتاعها اهوت اهوت وادي الصندوق بتاعها اهوت والعربية دي نمر الأليوبية شركة بره وجوه باور بس مش كاملة يعني. هنصور لكم الحوض نودي لكم مساحة للحوض كل تفاصيل عن العربية بقى رخصة قد ايه وسعرها وكلام ده هكتبه لكم مع الفيديو ان شاء الله. ادي المكنة بتاعتها ايه الحوض بتاعها اهوت بكده. احبائي نكون انتهينا من تصوير الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون تصويرنا وادائنا عجبكم. استنونا ان شاء الله في تصوير فيديو اخر واتمنى تفعلوا علامة الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل تشوفوه معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.